أتى قومنا أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا صنعوا على عين الشيطان وأعين أعدائنا، ثم رجعوا إلينا أو وفد إليهم هذا الوافد الغريب المتآمر على ديننا وعروبتنا وأصلنا، لكي يصيح بيننا بأننا يجب أن نكون كأمثال هؤلاء، فأتوا بهذا الثوب الذي هو دعارة في شكله ومنظره وحقيقته، يجعلوه على جسد طاهر يأنف من الرذيلة ويأبى أن يتمرغ في أوحال الفسق. تصدق ان انا مش عايزه خالص يلتحق فعلا بالغرب والحاجات دي ويفضل زي ما هو، يعني خليكوا زي ما انتوا خلاص، يعني ما يعني خلينا واحنا بنحصل على دوائنا من الغرب وعلى اسلحتنا من الغرب اللي بتقتلوا بيها بعض، وخلونا نحصل على موبايلات واجهزه التليفون من الغرب والعلم من الغرب والطب من الغرب، ونسب الغرب ونفضل احنا بقى على نقائنا الطهران العظيم ده، هذا الجسد الطاهر لا يمكن ان يرتدي عباءة الدعارة التي يأتون بها من الغرب. فلما حضرتك تصاب بمرض السكر بعالج نفسك بعلاج يعني من الماضي السحيق، طلع من كتبك اللي انت معتقد انها تحمل كل تقدم وتحضر وعظمة وعلم، افتح كده كتابك وطلع لنا السكر، علاج السكر من عندك. ده بالظبط النوعية التي تعيش في حالة فصام جنونية خرافية. هذا الرجل الذي يأبى الغرب ويأبى الحداثة يتحدث أمام ميكروفون الحداثة، الميكروفون اللي موجود قدامه ده حداثة، والكاميرا اللي بتصوره دي حداثة، واليوتيوب اللي منزله ده عليه حداثة، ده أنا عايز أقول لك والمنبر اللي واقف عليه والخشب ده حداثة، والساعة اللي لابسها حداثة، والنضارة حضرتك اللي لابسها حداثة، إنما هو جسد طاهر الحمد لله لا يرتدي مثل هذه الدعارة. بس ده كل الحكاية يعني. يلا نشوف فيديو تاني.